لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. بعد أشهر قليلة الأردنيون منشغلون بطلاق ضحى التونسية وميك. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الساعات القليلة الماضية بخبر انفصال صانعين محتوى التونسية ضحى العريبي والأردني ميكس، حيث انتشرت الأخبار عن انفصال ثنائي إثر خلافات نشأت بينهما. وتساءل العديد من المتابعين على المنصات الاجتماعية حول حقيقة انفصال ميكس وضحى العريبي بعد عدة أشهر على زوجهما الذي حصل باهتمام واسع في الوطن العربي بسبب الشهرة التي يحظيان بها من خلال تطبيق تيك توك. وانتشر لاحقا عبر تطبيق تيك توك مقطع فيديو لميكس وهو يحسم الشك باليقين وتحدث فيه بس مباشر عن انفصاله عن زوجته ضحى بعد مرور نحو سنة على زوجهما. وقال ميك: هذا الستوري للمتابعين اللي بلشوا معي من بدايات اليوم، من ايام ما تعرفت على ضحى بدي اقول كلمتين. هي الحياة بشكل عام، الحب نصيب والزواج نصيب والطلاق نصيب وكل شيء بالحياة نصيب. وأضاف: عملنا المستحيل أنا وضحى، حاولنا إن نقدر نكمل حياة، رب العالمين مش كاتب إن نكمل حياة، وبالعكس والله أنا بحبها وبحبها كتير وبحترمها كتير، وراح أظل أحبها عادي يعني الأمور طيبة، بس رب العالمين كاتب إن ما نقدرش نكمل مع بعض. بس وأحرص هذا الفيديو ضجة واسعة عبر تيك توك، حيث تم عرض مشاركته على نطاق واسع، خاصة أن الثنائي منذ أجازتهما الأخيرة التي قضيها في تونس لم يصارا معا، حيث عاد ميكس إلى الأردن عقب انتهاء أجازته، بينما ظلت زوجته ضحى في تونس، كما أنهما لم يصارا على تطبيق انستغرام كالمعتاد، وهو ما زال شكوك المتابعين حول انفصالهما، خصوصا أن ميكس كان تحدث عبر خاصية القصص المصورة على حسابه على انستغرام عن غياب اليومين عن متابعيه.